خليك خليك يا مو انا بفتح. مين؟ انا ناصر. ناصر يا خالتي، بدي اشوف محفوظ واطمن عليه اذا ما فيها سئله. اهلين وسهلين ابني، رد الباب وراك الله يرضى عليك وتفضل. اهلين ناصر، تفضل. تركني لحالي، تركني. ليش مين عم يساعدك لك محفوظ؟ خلاص اختي، ما عاد حدا يسترجي طالك من بيتك الا اذا دفع لك حق حصتك. الهي ما يحرمني منك ويخلي لي اياك. الله يسلمك اختي. عيون اختك. احكي لي معها، خليها توافق الله يجبرك. على شو اخي خليها توافق؟ شو الف مره بدي اقول لك، بدي اتجوزها. اي خلص راح احكي معها وحخليها توافق. ماشي، مريل عنا اختي، البنات اشتاقوا لك. ان شاء الله بكره اخي جاي لعنا. بتشرفينا اختي بالاذن. الله معك، مع السلامة. هون تقبرني يعني هلا راح كمش. حتى بيت اهلي راح. زعلانة؟ اكيد زعلانة. لا تزعلي، انا راح اعوض لك كل شيء. كيف بدك تعوضيني؟ قلت لك راح اعوض لك، انت لا تهتمي. روحي روحي ساوي فنجانين قهوة لاقعد انا وياك نشربه. يا رب. حاضر. لكن جاي بدك تطلعني من البيت يا ابو شكري؟ اي شو علي؟ ماشي، بكره منشوف مين بده يطلع التاني، يا انا يا انت. يا علي يا عليها، بركي الله بيعوضها عن اللي راح لها. اي والله انت، الله يطعمها ولا يحرمها. امين. وبتحبل وبتجيب يا مو؟ ان شاء الله يا مو، انا رح احاول اعمل كل جهدي والباقي على الله. تقبريني، حاولي تساعديها قد ما بتقدري، بركي بتفرح لها بولد والله سبحانه وتعالى بيعوضها عن اللي راح. ان شاء الله. الله يخلي لك ابنك ولا يحرمك منه يا حق، يخلي لك ولادك الحق. اعتبرني اخو، شو ما بدك واللي بتطلبه انا جاهز اسوي لك. كتر خيرك، ما بدي غير سلامتك. شو بان لك محفوظ؟ ما بدك يعني يكون اخوك وساعدك؟ ولو؟ قلت لك يكتر خيرك وفضلت على راسي. مقبولة منك، مقبولة. اخي ناصر الله يوفقك، لا تزعل مني. ليش انت بينزعل منك لك محفوظ؟ يعني بس قصدي قدر وضعي ووضع حالتي. وشو بها حالتك؟ مالك شايف؟ انا مالي شايف شي. رجلي. ايه قوم. خذ لي طريق خليني اروح على الخان وتعال معي، منه بتتسلى ومنه بتشيل الحزن منه. يا ناصر قلت لك استنى، لما بروح انا وياك على طول. ما بعرف كيف بدي اجبر عليه، حسيت بكل صعب. حالته صعبه، وبس صعبه كثير. الله يصبره ويقويه ليتعود على الحاله اللي هو فيها. على شو بده يتعود؟ على شو؟ على الشيء اللي صاير معه. قصدك قطع الرجل؟ الله يعينه ويصبره. والله لو صايره معي لما تطقيق يا ناصر. الله يصبره، الله يصبره. معك حق، الواحد يفز ثاني يوم الصبح يلاقي حاله صار عاجز. وهات لي يقدر يطلع من البيت. هذا لازم نقوي عليه، لازم نخليه يطلع يمشي قدام الناس ويشتغل. وشو بده يشتغل؟ بالقهوه تبع ابو. وانت قلتها، لازم نساعده كلنا. روح لعنده انت وعوض وحاولوا تخففوا عنه حالته. وانت ما بدك تروح معنا؟ بلاني انا، بلاني. لانه رحت لعنده حسيته ما له ظبطه كثير، يعني انا تسرعت لما رحت لحالي. انت شهم وقبضاي يا ناصر، ابن اصول ما في منا. الله محييك، قوم لن تسبب قوم. والله ما في منك يا ناصر. إذا بتخدمني بهالشغلة يا أفندي رح كون ممنونك كتير. شو هي زعيم؟ يعني عم أقول لما بدي نادولك مشان تفرغ الأرض تبع صهري، بلكي هيك بتقدر تأجلهم يعني شي كام يوم بس. ما بقدر زعيم. بتقدر بتقدر. صدقني زعيم ما بقدر. شنو أنا شغلتي
إثبات الحق لصاحبه فورا. ليش أنا قلت لك ما تثبت حقهم يا بي؟ لكن شو بدك مني؟ أنا ما بدي شيء، بس كنت عم أقول إنه كل ما نادولك أجل لي روحتك لعندهم شي كام يوم لبين ما أدبر أموري، وأنا ما حأنساك. وليش هيك بدك تساوي زعي؟ لك أنا بدي أشتري الأرض وما بدي إياها تروح لواحد غريب، فهمت علي؟ على راسي رح أخدمك فيها. يكتر خيرك سيدي، ولا تنسى كمان تجيب لي كل الحجج اللي بتثبت إنه أختي فخرية خانهم هي اللي صارت المالكة لكل شي كانت تملكه النرجس. إيه؟ ماشي زعيم، ورح أجيب لك حجة جديدة معي بتثبت فيها إنك إلك معها 2000 ذهبة، شو رأيك زعيم؟ يا عين عليك يا عين عليك، شو أصيل ابن أصيل، روح الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا زعيم، خلينا ياك. يلا تأمرنا بشي؟ بأمان الله يا بي. السلام عليكم. بأمان الله. وما عرفت ولا واحد من الاثنين اللي هجموا على بيتك؟ لا والله يا عمي، ما عرفت ولا واحد منهم. ايوه، معناته خبي السيرة ولا تفضحها بين الناس. بأمرك. وإلا ما نعرفهم، إلا ما نعرفهم ونعرف شو بدهم منك. عمي أنا وقت اللي هجموا علي على البيت خوصت عليهم، وصلت واحد بصدره ويمكن يكون مات. إن شاء الله حده 60 جهنم يموت، بس أهم شي نعرف مين هو وشو بده منك. مش يا عمي، وانت كمان بحبش عليه من تحت لتحت بدون ما حدا يشك فيك. بصير. شو ساويت مشان الأرض؟ اليوم بإذن رب العالمين رايل عند دلال، بركي بيشوفها وبيتم لي اياها وبيشوف لي قديش بتسوى. استعجل قد ما فيك، بيعها وخلص من همها. بأمرك عمي، توصيني بشي؟ سلامتك. السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. أنا لحد هلا ما فهمت هي ليش رفضتني، ما دام ما أنا مصدق أنه أنا اللي قتلت أبوها. لك هي ما بدها تتجوز هلا، هيك قالت لها لأختي. يعني بجوز تقبل فيني بعد كام يوم، بعد كام جمعة، بعد كام شهر؟ هي بجوز، ليش لا؟ طيب زعيم توعدني ولا ما بتوعدني؟ وبشو بدي أوعدك؟ إنك تساعدني تخليها توافق غصبا عنها. إذا قالت لا، شو بدك تساوي؟ رح ساوي اللي براسي وخليها توافق غصبا عنها وتبوس رجلي حتى أتجوزها. إيه بس شو بدك تساوي؟ أنت زعيم بس إلا لفخرية خانوم تطلع ليلة واحدة برات البيت. بدك تاخدها بالحرام ولا؟ ايه، بس بعدين رح اخدها بالحلال، بالحلال. لا يا واطي لا. هلا انا واطي؟ واطي وكلب كمان. ايه مثل ما بدك زعيم، انا كلب وواطي، وقول اللي بدك يا، بس ما رح ساوي الا اللي براسي. ليه؟ روح. يا عم شو جنها؟ ملك، وين رايحة؟ عم بسألك وين رايحة؟ ما بعرف. ما بتعرفي؟ وهيك طالعة بدون لا إذن ولا دستور؟ مرت عمي ما بقى بدي أعيش هون أنا. ليش ما بدك تعيشي هون؟ لأنه ما بدي جوزي يتجوز علي. ها؟ ما بدك جوزك يتجوز عليك؟ فوتي لجوا. ما بدي فوت. عم بقلك فوتي لجوا، أحسن ما يجي جوزك ويخليه يطلقك ويرميكي بالشارع. ما أنا هاد اللي بدي إياه، بدي إياه يطلقني وهلأ. ها؟ يعني بدك إياه يطلقك؟ إيه. اسمعي ملك، كلمتين ورد خطا، بس يجي جوزك رح خليه يطلقك ويرميكي بالشارع. لو بتجي أمة لا إله إلا الله ما رح خليه يرجعك، عم تفهمي؟ فوتي لجوا. إيه أحسن. يلا. الله يصلحك. طالما اشتريت له الأرض ليش لحتى ما تجوزه؟ طبعا رح اجوزه، لكن شو رح اخليه عزابي ورح اشتري له كمان احلى بيت بالحاره. وليش لحتى تشتري له؟ سكنه ببيته سلامه مالكانات ابوي اللي رح تروح للغريب. وفاء يرضى عليك. اسكتي. باذن الله رح نرجع له اياه، بس انا وابو ناصر اتفقنا انه ما نضل نجيب سيره انه يسكن براتنا لما بده يتجوز. ولي على قلبي عم يتعذب كتير، وأنا عم متعذب أكتر منك ومنه. أنتي لشو عم تتعذبي؟ عم بتعذب لأني أخذ عهد عند الله أني رجع الحق لأصحاب. يعني إذا أخذ عهد مع رب العالمين بتضلي بتجولي عليه وبتأجري فيه على الطالعة والنازلة. يا وفاء صدقيني
ناصر بحبك وبيحترمك وما شفته مرة غلط بحقك. الله يوفقك، ببوس إيدك. خفي عليه شوي، ما بعرف شو بصير لي لما بشوفه. طيب قدام مين أخذ العهد؟ قدام الداية وفيقة؟ آخر مرة شفتها فيها كانت ندماني على الشيء اللي عملته مشان ترضي هي اللي اسمها فخرية اللي ما بتخاف الله واللي بتظلم الناس. مشان هيك أخذت عهد على حالي إني رجع لناصر كل حق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا سكت وعملت كل هالشي مشان ما يحترق قلبك اللي راح منك. على كل حال هذا الشي راح ومضى. لا لسه ما راح. وفاء الله يخليكي، لفينا هالسيرة هلا. نظيرة اوعك تفكري انه انا بنسى اللي عملتيه معي. عن شو عم تحكي؟ انا بعمري ما بنسى معروفك. انتي انقذتي ابني من الموت لما وقع بالساقية وهو صغير. الله يسامحك يا وفاء، هذا واجبي وهذا اللي مسكتني ومخليني اسمع كلمتك وما ساوي اللي ببالي. كتر خيرك. وإلا انا كان من اول ما اجيت على الحارة كنت حكيت كل شي عن ناصر. ساعة بتلاقيهم عم يبكوا وساعة بتلاقيهم عم يضحكوا وما حدا عارفان شو عم بيصير بيناتهم. تقولي عم يتخانقوا مشان ناصر؟ والله ما حدا بيعرف على شو عم يتخانقوا. أنا بس بدي أفهم ليش ما بتحبه مع أنه هو ما في منه ولا بيرمي سألته على حدا وما بينزعل منه بنوب. ايه مو شايف حاله مثل بعض جماعة. مثل مين قصدك؟ مثل خطيبك عامر. ايه بيطلع له يشوف حاله. وعلى شو يا بعدي؟ على كل شي، شخصيته ورجوليته وعقله الكبير. لك يقبر قلبي إذا في حدا مثله. أنتي بتعرفيه أكتر مني. إيه أكيد بعرفه أكتر منك وما بقى تحكي عنه لا بالعاطل ولا بالمنيح. إيه خلص سكرت تمي. إيه أحسن. لسه منكون منحكي على ناصر بتقلبي الحديث على عامر. بدي أفهم بس شو عامل لك. خلصنا أختي، قلبيها للسيرة. لا ما بدي قلبها وبدي أعرف ليش بتحكي عليه كل ما دق الكوز بالجرة. إن شاء الله بتتجوزي وبخلص من قصصك وقصص عمتك مع ناصر. ما بدي اتجوز وما بدي اياه. يا بنتي الرجال طالبي على سنة الله ورسوله. يا بي مشان الله فهمني، انا ما بدي اياه. الله يخليك يا بي. طيب ليش يا بي؟ ليه انت بترضاها اني اتجوز واحد كان زادتني بالحبس؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا امي صبحي هلا غير اول، تغير كتير، هلا صار بده يصير. يا عمي يا عمي فهمي علي، انا ما بدي اتجوز وخلص. فهموا علي. خلاص تركيها تصطفي منا لحالها، روحي على وطيك. هيك بدنا نخليها بدون رجال؟ هلا انت ليش مفكري انه البنت اذا ترملت او اتطلقت خلص ما عاد تتجوز؟ يا رجال المرة الأرملة صعب تتجوز لانه الرجال بده بنت. انا لو بدي جوزها من ثلاث ايام قاعده ببيت جوزها ومستتة كمان. ليش حدا طلبها؟ ايه حدا طلبها وقلت له ما بدي اعطيك اياها وما بعطيها لموت. مين هو ابن عمي؟ مو ضروري تعرفي، بس اللي لازم تعرفي انه مروه بنت ابو شكري غير كل البنات. فهمتي؟ فهمت يا عيني، ما رح يصير الا اللي بدك. لك كيف بده يجوزني هو بيعرف صبحي شو عمل معي مع جوزي؟ لك هو ما عم بيقول لك وافقي، هو بده يعرف انت رضيانه ولا لا. لك حتى السؤال ما بصير يساله. ليش ما بيعرف صبحي؟ ما بيعرف طبعه اخلاقه؟ لك يا امي هو ما له موافق، بس بده يعرف انت بدك تتجوزي ولا لا. اكيد ما بتجوزه، ولو ما بصف رجال بالدنيا كلها ما باخده. ان شاء الله مالك رح تاخدي، والله يبعث لك رجال يكون سيد رجال ويكون ستر وغطى عليك. اللي كان لي ستر وغطى راح يا ما راح. الله كريم يا امي الله كريم. ما بتعرفي شو حكمه الله لانه اخذ جوزك، يمكن كاتب لك رجال أحسن منه. ما في بعد رجال وما في أحسن منه. إيه بس في مثله يا مو، ما هيك؟ يا مو فهميني، أنا ما عاد بدي أتجوز وما بدي حدا غيره. لك يا أمي لا أنت أول وحدة ولا آخر وحدة، ما تجوزها وتجوزي. يا مو فهميني أنا. يا مو بس الحرمة تتجوز وتجيب أولاد بتنسى جوزها الأولاني الله يرحمه يا مو، وبتنسي كل شي بيناتكم، ولما بيجيكي ولاد بصير أعز عليكي من جوزي. ملاك وين كنتي مقلوعة بدون ما أعرف أنا وبدون ما تاخدي إذني؟ يعني قوم حبيبي روح العب. لك حاكيني عم حاكيكي، وين كنتي رايحة؟ لبلاد الله الواسعة.
شو هاد؟ ايه لوين ما كان؟ بتعرفي لو قدر عمك ابو صبحي كان بيخليكي برات البيت. سمعت شو عم تقول امي؟ سمعانه وعرفانه انك مرضي لامك وابوك وما بترفض لهم طلب. ايه ما برفض لهم طلب. وانا ما كنت بدي اتجوزها لمروه فهماني ولا؟ بس من بكره بدي اتجوزها غصبا عن راسك، واذا انت مو عاجبك بتحملي حالك تنقلعي برات البيت لشوفي مين بده يحاكي. شبك امي؟ شبك طول بالك عليها شوي؟ امي انا ما بدي اسمع كلامي بينقلع برات البيت، فهمتي ولا؟ خلص امي خلص ما عاد تعيدها ملك. شوفي امي بدي اتجوز وحده وتنتين وثلاثه، واول وحده مروه بنت عمي ابو شكري، فهمتي؟ فهمتي؟ ضربي بالراس. شفتي شو عملتي بحالك؟ شفتي؟ بده يجيب لي عدوتي اللي انا بكرهها يساويها ضرتي؟ ما بحبها. طول عمرها المرة ما بتحب ضرتها ولا رح تحبها يا ملك. هي بالذات ما بدي اياها. يعني يتجوز غيرها معلش؟ لا معها. قلت له لابو صبحي رح يجعنا راسنا. معها حق. دلال شاف الأرض وتمنها وقال بتسوى 2000 ذهبة. تسوى 2000 ذهبة؟ إشو مالك منا نهر بلدك؟ ليه يا صبحي؟ شو منها؟ أرض أخي أكبر من كل الأراضي اللي حواليها. شو ما بتعرفها؟ لا والله ما بعرفها ولا بعمري رحت عليها. يا جماعة أنا مستعد أشتري الأرض بالسعر يلي حطوا الدنيا. لكن تكلنا على الله وسمعونا الفاتحة على نية التوفيق وطرح البركة. يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. انت ايش هدول؟ 1000 ذهبة. هدول رح يكونوا دفع من حق الارض. ليش قديش طلع حق الارض؟ 2000 ذهب. 2000 ذهبة؟ ايه الارض كبيرة كتير واهل العرف هيك تمنوها. بس مو حرام ندفع هيك مبلغ؟ اختي حكينا واتفقنا. ايه ابني بكرة اذا الله راد بتروح انت وعوض عالطابو وبتخليه يفرغ لك الارض باسمك وبترجع. يا ابو شكري ليش ما بتجيبوا كاتب العدل لهو؟ الطابو اسرع ابو صبحي، بعدين مشان عوض ما يتاخر باستلام المصاري. وهذا الصح، ونفس اليوم بيتم الفراغ وحق الملكيه، وبس يرجعوا بياخذ عوض كماله حق الارض من ابو ناصر. وامتى بتحب روح معك عوض؟ بكره على بكير، شنو ما رأي افتح الدكان كل النهار. ليش ابني؟ في عند مني شغله يا عمي، عندي شغله. على خيرة الله. على خيرة الله. لا إله إلا الله. روّي زعيم روّي. ولك إذا كنت مفكر إن كل الناس كلاب مسعورة مثل حكايتك بتكون غلطان ولا واطي. إيه بس أنا اللي بدي أعمله مع نرجس أصغر بكتير من اللي عملت لك يا. إن شاء الله مفكر إنه قتل بني آدم أكبر من كتير من قتل شرفة للبنت ولا بهيم. إيه أكبر زعيم أكبر. لأنك واطي وما بتستحي. أنا ماني واطي وأنا بدي أتجوزها على سنة الله ورسوله. انت ما رح تتجوزها بنوب. ليش ما رح تتجوزها؟ اذا رح تضل عم تفكر هيك انا رح احميها منك ومن غيرك، فهمان؟ هيك بدك تساوي معي بعد كل شي عملت لك يا؟ لاني ما بريد لعرض اي واحد من الناس يعتدي عليه واحد مثلك. بس انا قلت لك يا بيك اني رح اتجوزها. بس من بعد شو؟ من بعد ما تكسر عينها قدام العالم والخلايق والاواطي؟ طيب شو ساوي؟ شلون بدي اتجوزها؟ شلون؟ بعرف الله وعرف العالم. بس هي ما أنا موافقة. ما أنا موافقة بتلاقي غيرها. هيك بهالسهولة؟ ايه بهالسهولة. ولك بعمرك ما تطلب من حدا وتغصبه انه يحبك او يساعدك، لانه بعدين رح يخونك. عم تفهم علي؟ لما لقى بكره بدي اشوفك بالديوان. يا ريت وضل عايش ويصرف كل مصاري ومالكاناته وما بدي منه شيء. إيه بس أخوك مات ابن عمي وانت من حقك كل شيء. مو بس من حقي، من حق مرته ومن حق نرجس مرته لزيدو. إيه بس اللي راح كبير واللي بقي مو قليل. سكري على الباقي. الأرض أخي وهبها قبل ما يموت. خلصت أمرك. الله يرحمه.
ما عرفته مين هو لحتى فقدته من قدامي. الله يرحمه. يا ريتني سمعت منه ولا عاديته ولا حكيت عليه قدام الناس وقلت انه اكل حقي. وين بنتي؟ ها؟ ليش ما قلت معنا؟ ايه استغفر الله العظيم. قدر الله ما شاء فعل. إيه. شبكي قاعدة لحالي؟ ما في شي بس ماني جوعانة وماني حابة اشوف حدا، حابة اقعد لحالي. قومي امي، قومي تعي، ابوكي بده يحكي معك جوزين كلام. قومي قومي تقبري. يلا جو ما تاكلي اختي؟ ساطة نفسي. خير بس ان شاء الله ما تكوني موجوعة. لا اخي ما في لي شيء ولا موجوعة من شيء. اكلي كلي كلي وسايرينا. عمتي مري عمتي، انت اخذت حقك من مال ابوك هلا على حياته. يعني شو عمتي؟ يعني ما عاد إلك حق تطالب اخواتك بشي بعد عمر طويل. اخواتك البنات رح ياخدوا حقهم من مال أبوك من أراضي ومالكانات وبيوت، وإنت ما بتطالبهم ولا ببرود بعد عمر طويل لأبوك. توعدني إنك ما بتاخد شي من أخواتك البنات لهلأ ولا بعدين؟ بعدك عندي بعدك حليف قدامنا بالله مشان يكون الله شاهد علينا كده. أقسم بالله العظيم أني ما طالب ولا واحدة من أخواتي البنات ما لأبي من بعد اليوم. سمعتوا يا بنات، أخوكم ما عاد إله شي من مال أبوكم بعد عمر طويل. سمعنا عمتي. والله خير الشاهدين. كلوا تعي أبي عدي مشقيتي. والله القعدة بلاكي حس الواحد ناقصة شي. لا ناقصة ناقصة. الله يخليني إياك فوق راسي يا حب. الله طول عمرك ويرضى عليكي. شو كندك تقول لها ابن عمي؟ بدي اقول لها ان الانسان ما بيقدر يهرب من قدره، كل شيء بيجي من الله يا محلا. امنت بالله. بعدين لك بنتي زعل ايمي من بالك، كبيه ورا ظهري وفكري باللي جاي وقولي ان شاء الله يكون خير علي وعلى الناس اللي حواليه. ان شاء الله يا ابي ان شاء الله. صبي لنا شاي. من عيوني التنتين. لك وليش ما قلعتيها؟ شو هالحكي يا رجال؟ المرة ما لها حدا. مو هذا اللي كاسر ظهري وقال لك كنت ما حويتها من زمان. استغفر الله العظيم. العمى العمى بنت بتفلت بين الحارات بس لأنه بدنا نجوزه مرة تانية. قلت لك يا أبو صبحي رح يجعنا راسنا، ما صدقتني. نعيمة من وقت ما فاتت على هذا البيت ونحن راسنا عم يجعنا. حوبي أنت حوبي. سمعاني أبي شو عم يحكي؟ ايه سمعاني، وهالحكي مانو غريب على ابوك، صرت سمعانته منه ألف مرة. شو يعني؟ يعني كنت روح قول لأبوك لا كان يجي ويخطبني من بيت أهلي. تخرسوا ليه؟ يلا ضرب ضرب. لا ما رح أضربك، بس رح فرجيكي شيء أهم من الضرب. شو قصدك؟ بدك تجوز مروة؟ ايه بدي أتجوزها وغصبا عنك. ايه تجوزها يا صبحي وشوف شو بدي أعمل فيك وبحالي وبهالبيت. شو بدك تعمل يعني؟ بس تجوزها بتشوف ساعتها. ايه منشوف. ايه منشوف. خي خي بكرة بتخلص العدة تبعي. بدك تروحي تزوريها لسلوى؟ إلك بدي زورها واتطمن عليها، وبعدين بدي روح لبيت أخي عاصي بدي شوف شو صار بغيابك للمدة، وفي شغلة بدي أتأكد منها. شو هي؟ بعدين بقلك. طيب أما شو إلك بشارة عندي يا نرجس؟ شو البشارة يا خانم؟ بعدين بقلك. الله يوفقك قلي لي هلا. خلاص قلتلك بعدين بقلك يعني بعدين بقلك. حاضر يا خالد. لساك عم تحكي؟ يا الله لا يوفقك على الخبرية. ايه
والله ما بعرف كيف هيك صار معناها زعيم، كأنه كان حاسس علينا انه رح نفوت عليه بالليل. لعمة كيف صار هيك؟ كسرنا الباب وفتنا عليه هديك الفوتة، ومن شهر تغرفات على غرفته اللي بينام فيها، وما اسمح لك الا صوت رصاص، قلت قتله، واذ من شهر طالع دمه حميمه، وهربنا انا وياه. يا الله لا يوفقك انت وياه. ايه من شهر ما تزعي مات. يا الله يغمق له ويلحقك فيه يا بهيم. انت لو قايل لنا قتلوه كنا قتلناه وما كان صار اللي صار. لك انا ما بدي ينقتل، ما بدي ينقتل. لك شو بدك منه زعيم؟ انا شو بدي؟ بدي بصمه بهمه اليسار وبس. كنت قلي كنت قتلت لك اياه وخليت بصمه بهمه على بيته ودكانته ومالكناته وعلى كل شيء بملكه. يخرب بيتك لك محجوب، والله ما خطرت لي بنوب هي. اخ يا زعيم لو تصارحني كنت خلصتك من كل هالعين. هلا ما في خواص، صعب يصير. ليش صعب؟ لانه هلا اكيد اخذ حذره منك. لا ما بظن زعيم، لانه ما شافني مع من شهر. اذا هيك بكرة فوت على الحارة مثل العادي واعمل حالك ما عندك خبر بشي. إذا سألوني على منشار شو قلهم؟ قلو كما شو السرايا هيك قلو؟ وبعدين منقول إنهن شنقوا. صار شو هالصوت زعيم؟ صوت رصاص. ما بعرف شو صار بالحارة. شو رح تساوي؟ شو تساوي؟ بتروح هلا لبيت البري ما بطلع منه بنوب. مشي حقني. يلا يلا. صاير برا بالحارة قاتلين دركي. عمو لا تكون انت اللي قاتله. اعوذ بالله، انا كنت عند عاصم بيك وقال لي اجي نام عندك. ايوه وينه من شهر؟ شهر؟ ايه ليش انا ما قلت له؟ لا ما قلت لي. كما شو الدرك؟ وليش مسكوه الدرك؟ تحيون معه. وليش تحيون هالقديش؟ انت قلتها قديش. وقفوا بالطريق وكمشوا معه خنجر. اعطينا الخنجر ما رضي، كلمة منه كلمة منه سحبوا على السرايا. الله يصلحه. قلت له لعاصم؟ ايه قلت له. لكان ليش انا بالحارة؟ يا رب يطالعوا من السرايا. ايه لا ان شاء الله رح يطلعوا. يلا تصبح خير. شايفك نمه. ايه بدي نام تعبان. وشو ساوي انا؟ قوم لاقي لك شي بدنا ندفس فيها. قوم. ايه بقوم. شيرشي باكتو، شيرشي باكتو، فتشوا كل مكان، كل مكان. خير خير خير. شوفي مسيو، شوفي كي يا شبيرسون. شو عم يقول لك؟ يسأل من أنت. يسأل من أنت؟ قل له أنا زعيم الحارة. سليم زعيم. وليش عم تفتشوا الدكاكين؟ بس نفتش البيوت أيضا. على شو؟ على سلاح قاتل درك فرنسي. اوف ما فهمت عليه. انت لا تعلم ان درك فرنسي مات هون؟ ونحن شو دخلنا عمي؟ في واحد من الحارة قتله. نحن ما عندنا حدا بالحارة بيقتل، اكيد اللي قتله واحد من برات الحارة. وين لقيتوا هذا الفرد؟ يبعث لي قتلي. الله يحميك منهم يا ان شاء الله. الله يحميك منهم يا رب. يا رب ما لنا غيره، ما لنا غيره يا رب. استهدي بالله يا رب، استهدي بالله، استهدي يا رب. شو ظلم هاي المره؟ ظلم بارك او شكري بارك. أنا رح طالعك من السرايا ورايح لعندكم الدان. هتكي رايح لعندكم، لا تأكل هم. علي هيا جيبوه. ظلم كبير كبير يا كبير. شكرا.
تقبريني. يبعث لي الحمى عليها أم شكري وعلى جوزها اللي شحت وشحت على السرايا اليوم يا خانم. ليه؟ قال لقوا بدكانته الفرد اللي انقتل فيه عسكري. قلتك ست فخرية، يعني ليش هيك عمل هالعملة هو؟ والله ما حدا بيستاهل يصير فيه هيك من كل بيت أبو شكري. شو مشان أبو شكري يا ابني؟ ما بنقدر نساوي شيء يا ابني. اسمع ناصر، هلأ فورا بتروح لعند عوض، تاخده بتروح على الطابور، تخليه يفرغ لك الأرض كلها باسمك. ماشي يا ابني ماشي. ناصر انتبه على فراغ الأرض منيح، بدي يفرغ لك إياها كاملة، يعني 24 إيراد، مفهوم؟ مفهوم يا ابني مفهوم. يلا السلام عليكم. مع السلامة. برجع بسرعة يا أمي. خير ما عملت أخي. لازم أعمل هيك، ما بدي أجل فراغ الأرض، لأن ما منعرف شو بيصير بالحارة ولا منعرف شو بيصير مع أبو شكري كمان. وين رايحة يا أمي؟ رايحة أشوف مروة شو صار فيها يا أمي. شو بده يكون صار؟ طيب يلا يلا روحي ولا تعوقي يلا. أنا ما بشك إنه يكون هو اللي عملها، بس إنه كيف فات الفرد على الدكانة هذا رح يزحل لي عقلي. أكيد اللي قوس عبدركي هرب مع فرده، وما لها غير دكان أبو شكري يخبي فرده فيها، مشان إذا مسكوه ما يلاقوا معه شيء وينفضوا بريشه. يا ريت إجى عندي على قهوة وخبر عندي بالأول الفرد. يمكن ما لحها ولا قدامه دكانة أبو شكري، وأنا بقول الشغلة مقصودة ضد أبو شكري. ها وشلون مقصودة بقى؟ يلي بيقوس على الدرق ما بيرمي سلاحه وين ما كان، على قلبي خليه معه مشان يحمي حاله فيه. أنا معك أبو صبحي وما بخالفه، لأنه الثورجي بيعمره ما رمى سلاحه مشان يرمي الناس فيه. إذا كان الثورجي اللي عامله بيرميه على شيء اسطول. مزبوط كلامك أبو صبحي. كلامكم كله مزبوط، بس نحن علينا هلا إنه نفهم السرايا إنه أبو شكري مو هو اللي قتل الدركي. هاي شغلتك زعيم. قول إن شاء الله. شوية التاني رح نروح كلياتنا نحن على السراية وانت معنا يا شيخي. بارك الله فيك وفهمهم انه هذا تبلي كان على ابو شكري وهو بريء منه. بإذن الله شيخنا بإذن الله، ما رح نرجع على الحارة لو ابو شكري معنا. اتكلنا على الله. ايه ان شاء الله ما بيطلع منه. شو شايفتك شمتاني بعيلة ابو شكري اكتر ما بتتصوري يا مرت عمي. انت ليش هيك صاير قلبك اسود؟ مو على كل الناس. على مين لكان؟ على مروة اللي بكون جيبولي اياها ضرة فوق راسي. انا بس بدي افهم مروة شو عملت لك حتى عم تشوفيها مثل الشيطان بوجهك؟ ما انا عملت لي شيء، واصلا ما بتسترجي تعمل لي شيء، وبعدين هي لا انا احلى مني ولا انا ارتب مني. عيب شو ما عليكي بس يا عيب شو. امي مشي امي. ايه امي حاجتنا تورم فيي بقى. الله يصلحك بس الله يصلحك ويهديكي. ايه يا سيدي والله العظيم ما شفت حدا ياسك. يعني كنت نايم يا سيدي. شلون بدي نام السليل باول لما ضربوا على الدور سيدي وقتلوا الدركي كانوا جوات الحاره يا سيدي. افهم من كلامك انه اللي قتل الدركي من جوات الحاره مو هيك؟ يا سيدي من جوات الحاره، بس ما بعرف ايش كان غريب ولا من حاره سيدي. شلون غريب ولا بجوز متخبي بالحارة ومن زمان ما طلع منها يعني ممكن. وليش ما واحد من أهل الحارة عاملها ينبلع أبو شكري فيها؟ كمان بصير سيدي يعني ممكن. هذا معناها أنت مقصر بشغلك وصار لازمك عقوبة يا أبو سكي. طب وأنا شو دخل؟ خلاص خلاص، أنت ما عرفت مين اللي قتل الدركي جوا مشان يبلع أبو شكري وانتهن بدمه اللي هو بريء منه. بس يا سيدي والله خلاص الله ياخدك لعنده نلعنه شي له يلعب نفسي. طيب اسمعني شوي خلاص يلعب يلعب برا. حاضر. الله لا يخليني إذا بخليك بهالحارة يا أبو سكي. لو بضل بعمري يوم واحد راح أنقلك منها. قالت لك تعي لعندي وليش لحتى تروحي لعندها؟ ما بعرف، بس مروة قالت لي لا تروحي، بس ما قالت ليش. دلالك الروحة. ليش يا عم؟ أبصر شو صاير بيناتو. إذا رحتي لعند هديك بجوز مروة تزعل. إيه مثل ما عملتك يا عم. أختي تكي برجع عليك. شفتي شفتي شو أختي بتروحاتها لعند أبو شكري؟
والله الواحد ما عاد عرف شيء. نحن قبضنا على القاتل بالجرم المشهود. يا جناب الكومندان، هو مو قاتل حدا صدقني. بل هو من قتلك. الشغلة بالعقل، شو اللي أخذ الفرد على دكانته؟ يعني معقول يترك مستمسك على حاله الزلمة؟ هذا كان تبلي على مشكلة. ممن يا شايف؟ من هذا يلي قتل الدركي بحارتنا. ها، معناته أبو شكري بريء. على ضوء التحقيق سنقرر إذا كان أبو شكري سيذهب إلى بيته أم إلى حبل المشنقة. لا تقولها، لا تقولها يا حبل الكومندان، الله وكيلك أبو شكري بريء. قلت على ضوء التحقيق. سيدنا ماشي، بس إنت بيخلص هذا التحقيق لحتى نعرف الحقيقة؟ يومان، ثلاثة، أربعة، شهر، لا لا مسيو الله خلينا إياك. يعني بدكم تعجلوا بالتحقيق لأنه هذا يعني قاعد عندكم عم يتعذب وهو مو عامل شيء. لك هذا أبو شكري هذا يا جماعة. تحقيق السرايا ليس فيه ضرب بالعصا أو الكرباج. إيه؟ إذا هيك ماشي، شو بدنا نعمل؟ مع السلامة جناب الكومندان. في بدي أسألك عن هذا اللي بيشتغل عندي بالأرض اسمه منشار. هداك اليوم إجت الدورية وأخذته. وليش قابضين على منشار شهير الأرض تبعك؟ ما في شي، حامل خنجر. الخنجر سلاح قاتل، مثله مثل الفرد عاصم. بس كل العالم تحمل خناجر شي؟ ممنوع حمل السلاح، ممنوع. ولا خنجر؟ ولا حتى سكين مطبخ. يخرب بيته شو قديش. لك أنا ألف مرة فهمته أنه ما يحمل الخنجر وهو ما عم يفهم علي. اسأل النيا مشان طاهر. ايه جناب الكومندان، مشان طاهر شو صار معه؟ التحقيق معه لم ينتهي بعد. شفت، لم ينتهي التحقيق معه. وقع كنت فكروا انكم طبقوا علي المثل اللي بيقول بس وقعت العنزة بيكتروا سكاكينا، لان انا لسه ما وقعت وانا ما رح اوقع. قديش بدك للطالعني؟ والله يا ابو شكري انت متهوم بقتل دركي. قديش بدك للطالعني؟ الطمع عامي عينيهم وايدهم سوداء مثل قلوبهم والشوك اللي زرعوا بايديهم بكره رح يطلع بدروبهم. صحيح انا مو ابن ابي. انت ابني، ابني تقبرني، ابني من قلبي وكبدي. لا تخليني افتح عمايلك انت واخوك. قتلك لحفيظه ضرتك. بكره رح يكون عرسي. تجوزتي واحد قاتل ابوكي وقاتلني وقاتل عمك ابو جوزي. خليها توافق غصب عنا وتبوس رجلي حتى اتجوز. بدك تاخذها بالحرام ولا؟ ايه، بس بعدين رح اخذها بالحلال، بالحلال. لو مشي ظالم على الحريق بيوقع مثل واحد ضري والحق بيمشي على الجمر حافي وبلا جناح يطير. اللي ابو شكري وابو صبحي مو راضيانينكم زعيم على الحاره. قلت لك انا الزعيم عاصم بيك. بالحق يا بي، حق عيلتنا يلي انتو بزمانكم تعديتوا عليه. اقتليها، اقتليها وخلصي الناس من شرها. عاصم بيك يا انا بيك، وعلى اكبر راس فيكم. بيت ابو ناصر. شو هون؟ كشفوا المستور كله. قتلوا السر وخنقوا البسمه، حبسوا الحق ومسحوا الكلمه، نسيوا بحساب الايام الشمعة بتكشف كذب العتمه. اخ كذب العتمه. اللي ما عنده أصل نشتري له كفن.